عندي اتصال آخر. علي من وين؟ سدة الهندية بابل. حياك الله، كل الهلا بك. وبك الأكثر. حياك الله. إيه يا أخوي علاوي، تفضل. احنا هاي شوارعنا اللي بلطوها ما صار لها يمكن سنة زمان. إيه. تحفرت الشوارع على وساق، تجاوزات عليها، بنايات على قريب على الشارع الرئيسي. فلما جاي هسه جاي لاحظ الشارع كله محفر من بداية المسيب لما لحد المحاويل. هذا تبليط ما صار له سنة من بلط. زين، من شو وقت هاي بلشوا بهذا المشروع؟ هذا المشروع صار له سنة. ولحد الآن ما هو مكتمل. لا كمل هو بس تحفر كله تحفر وراه. وعافوا الحفر مالته وراحوا ربع؟ من تحت من الحفر صار له تقريبا شهر عرفوه. قامت الاهالي هذا اللي عنده بناء بيته يجيب له خبط ويسويه يعني صار حفر. لا حول ولا قوة الا بالله. اي هاي الشركات اللي تتحملها. زين وهسه اكو تجاوزات، اكو تجاوزات على الشارع يعني. أم نفسه على طريق المسيب محاول مو؟ رحمة الله على أبيك والدي. يعني ما أدري شنو التجاوزات منين تجي هاي؟ من المحلات اللي فاتحين أكشاك؟ لا مو يعني المحلات، يعني بس أنت جاءنا لاحظك لما يقول واحد يغسل والهادي يروح على الشارع وهو تحفر. هو الشارع هو تجي رأسا يتحفر من المي. صحيح. شلون واحد مرشح نفسه وبلط. جايكم التبليد، جايكم جاينا ان شاء الله. جايكم التبليد، الانتخابات على الابواب ان شاء الله. هو 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 شنو دمر الشعب العراقي من وراء هاي؟ اي قال لك ابشر بالخير مو انت هسه لما جاي اشوف لقاءك تحكي على سامرة. اي المتصل اللي قبلك كان يتكلم عن مدينه سامرة. اي يعني هسه انا قبل شوي كنت لاحظك يعني اهالي سامرة يشتغلون بس احنا عندنا هنا ما ادري والله بعد ايش فيهم؟ اعلم ان ذول النواب مالتنا. صحيح ترى هي كلها نفس الشيء تصير هالايام هسه كلها تصير نفس الشيء. والله ما ادري الله اعلم من هاي. الله كريم ان شاء الله. الله كريم يا اخوي علي، شكرا لك حبيبي، شكرا.